أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أسعد الله مساءكم. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الناشئين. زي ما تعودنا كل يوم ثلاثاء بنلتقي بحضراتكم في تمام الساعة 11 مساء. دايما صوت الناشئين هو بيكون المراية زي ما بيقولوا، هو الداعم لكل قطاعات الناشئين، هو صوت كل ناشئ، هو صوت كل أندية مصر. في بداية الحلقة اسمحوا لي قبل ما أروح للأخبار إن أنا يعني بوجه الدعاء للأخ صديق الزميل المشرف العام على استراحة قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب أستاذ محمود جعفر، ويمكن صورته معانا دلوقتي هنشوفها. أتمنى من السادة المشاهدين الدعاء لي، لأنه خلال ساعات هيقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة جدا 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 جدا، وهو أكتر من 15 يوم يعني بين أيادي الرحمن في العنايه المركزه في المركز الطبي نادي المقاولين العرب. بتمنى له الشفاء يا رب العالمين. يا ريت ننزل صوره محمود جعفر معانا، لان انا فعلا شاب محترم وشاب جميل، وانا بقول لمحمود الابتلاء ده يعني بتاع ربنا، ودايما ربنا بيحبه بيبتليه. فيعني الف الف مليون سلام عليك يا محمود، وان شاء الله باذن الله تقوم العمليه يعني سليم ومعافي بإذن الرحمن. بتمنى من السادة المشاهدين الدعاء لي. طبعا في ظاهرة أنا يعني لاحظتها الفترة الأخيرة، ويمكن أكتر من مواقع في السوشيال ميديا اتكلمت عنها، اللي هي بعض قيد اللاعبين. يعني مثلا نادي 6 أكتوبر مقيد لاعب عنده 75 سنة، اتحاد بسيون بالأمس أو أول أمس بيقيد لاعب عنده 65 سنة، يعني واحد 75 واحد 65، وتيجي الأندية تعمل مشاكل في الاستبدال وتقول لك أنا أصل المفروض يمدوا يفتحوا الاستبدال لأكثر من أربع لعيبة. النهاردة يعني أنا عايز أقول طبعًا يعني ده ما يصحش، وده تهريج. منظومة محترمة بتدار بشكل سيء يبقى بلاش منها. ما اروحش ادور عشان ان انا اعمل شهره واتشهر ان انا اروح اجيب. طب ما انت بتعاني وبتقول لي يا ريت الاستبدال يبقى خمس لعيبه، لا يا رب يبقى 10 لعيبه، ولا وده بمدوا القيد شويه، والناشد اتحاد الكوره وبنتكلم مع المسؤولين عشان اروح اقيد لاعب راجل. ده اللي عنده 35 سنه النهارده في الملعب مش قادر يمشي، تروح تعيد لي 75 سنة في نادي 6 أكتوبر وفي اتحاد بسيون يروح يعيد لي واحد 65 مواليد 1925؟ ده تهريج، ما ينفعش. عايزين نشتغل، المكان ده أولى بيه لاعب ناشئ من عندك من في النادي تصعده. طبعا معانا بعض الأخبار سريعا، ودي كان نقطة لابد إن أنا أقف عندها، وإن شاء الله هنقضي على هذه الظاهرة. طبعا باليوم تم اجراء بعض التعديلات في قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب، هيكون معنا الصور طبعا. اجرى النهارده الكابتن محمد رضوان دمج فرقه ال 2000 مع فرقه 99، واسند المهمه ل 99 للكابتن عبد العزيز مصطفى الكابتن زيزو. يعني بنوجه كل الشكر للكابتن مجدي مصطفى على المجهود اللي عمله الفتره اللي فاتت. كابتن مجدي من الكباتن المحترمه وأدى بشكل محترم، لكن هو زي ما بنقول الكورة، المدير الفني زي لاعب الكورة بالظبط، وقت من الأوقات الكورة ممكن ما تكونش ماشية معاه، فبيفضل إنه يبعد عن المستطيل الأخضر شوية. دي طبعًا بعض الصور النهاردة في الاجتماع في الملعب أثناء التمرين مع فرقة 99. الكابتن عبد العزيز مصطفى، الكابتن أحمد كمونة، كابتن إبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، كابتن هاني عادلي إداري الفريق، كابتن احمد حسام طبيب الفريق. والنهارده هم غادروا القاهره للمبيت في اسكندريه لملاقات ومقابله فريق حرس الحدود غدا ان شاء الله. طبعا ايضا في ظاهره برضو احب اتكلم عنها، واحب اشكر المسؤولين. السنه دي دوره الصيد بالاشتراك مع نادي زد افضل واقوى دوره اتعملت خلال فترة الوجيزة اللي فاتت، سواء في قطاع البراعم أو قطاع الناشئين. يعني ظاهرة جميلة جدا، وخاصة في ملاعب زد. أكيد شفنا وسمعنا
ان بيدير المباريات طقم حكام يمكن دولي من الدرجه الاولى، الكابتن محمد الحنفي وغيره من الحكام، ودي ظاهره يعني جميله جدا. دوره الصيد في نفس الامور برضو بيديرها حكام من الدرجه الاولى. وانا عندي تقرير برضو بعض المباريات احنا ما كانش لنا نصيب ان احنا نغطي نظرا لضيق الوقت عندنا. فطبعا طبعا التنظيم زي ما انا بقول كان على مستوى احترافي كبير جدا، خاصه على مستوى الحكام الدوليين اللي بيشاركوا في البطوله. كان الكابتن محمد الحنفي زي ما قلت على سبيل المثال. طبعا بوجه كل الشكر للمسؤولين والقائمين على بطوله دوله الصيد بالاشتراك مع نادي زد. وانا بعتقد وانا قلت في الحلقه اللي فاتت ان نادي زد هيسحب البساط من الصيد، والموسم الجاي هيكون فيه منافسه قويه بين انديه اوروبيه بتتواجد في القاهره الموسم القادم باذن الله. طبعا انا اسمحوا لي هاطلع فاصل، وهيكون معايا ضيف من العار الثقيل، لاعب موهبه كبيره جدا، نجم الجد، اللاعب محمد عبد الله. طبعا مفيش محمد عبد الله غير انا، هو الشهير هو محمد عبد الله، لكن الشهير ببلال عبد الله، لاعب منتخب مصر للشباب وخط وسط نادي المول العرب 2001. اسمحوا لي هطلع لفاصل من لقطات من بطوله الصيد، وهنرجع نستقبل ضيفنا مباشره. حره مباشره، تسويبه قويه بسرعه الرفال، طلع عمار مره ثانيه، عمر رضا يا ولد مش ممكن في القائم، مره ثانيه ارتدت، يا حظك يا رضا. حسام ينشط الناحيه الهجوميه من اجل ادراك التعادل. نادي الزمالك، النادي الفني والهندسه، جول 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 جول. لسه بقول نادي الزمالك، نادي الفني والهندسه، ما كدبش خبر. احمد نصر استلم الكوره غير اتجاهات، نزل له اياد جمعه، تحرك حلو قوي منه، علوله في العمق، علوله تصويبه يا ولد حلوه، جول 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 يا ولد. استلم لف تغيير اتجاه الكره الحره بس، تعالى الكره، جول 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 جول. هدف ثاني للعرب، هدف ثاني لفريق الصيد. طلعت توصل الكره في وسط الملعب، يلا يا ممدوح، هل ممدوح، جول جول ممدوح. ورجعنا لكم من جديد، وطبعا اسمحوا لي اهني كل فرق نادي المول العرب اللي شاركت في بطوله الصيد اللي كلها وصلت وصعدت لدور الثمانيه. 2010 بقياده الكابتن محمد رجب، 2009 بقياده الكابتن مجدي درويش، 2006 بقياده الكابتن محمد عز، 2007 كابتن سامح يوسف، 2008 الكابتن حسن السيد، كلهم وصلوا لدور الثمانيه في بطوله الصيد، واكثر من فرقه مرشحه للحصول على البطوله. فده انجازات بتحسب للكابتن رضوان والمشرفين البراعم دكتور زمزم والكابتن حمدي سيكلا. يعني قطاع ناشئين نادي المول العرب دايما مليان بالمواهب، ودايما منبع زي ما بيقولوا مواهب مصر كلها. اسمحوا لي بقى ارحب بنجم كبير، نجم بكره وامل بكره، بلال عبد الله، خط وسط وترمومتر، خط وسط فريق 2001. اهلا بيك يا بلال. اهلا بيك يا كابتن محمد، نورتنا في صوت الناشئين. ربنا يخليك يا كابتن، انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده. يا رب يخليك يا بلال، انا اللي سعيد، لان انت من اللعيبه المميزه، وانا دايما بأكرر كلمتي، دايما بقول ان انا خدت عهد على نفسي مفيش حد يقعد في المكان ده غير لما يكون هو فعلا نجم بكره وهو امل بكره، وانت فعلا
يعني مش شهادتي انا بس، شهاده كل خبراء الكوره وكل مدربين اللي دربوك على مدار التاريخ الطويل، لان انت ابن من ابناء نادي المقاولين. يمكن في نادي المقاولين وانت طبعا انا هسيبك تحكي بداياتك، لكن انا بقول ان خلينا بقى نقول بلال بلاش محمد عبد الله، تمام، عشان ما بقاش محمد عبد الله ومحمد عبد الله. لا انا اخوك الصغير يا حبيبي. فدايما انت يا بلال يعني طول عمرك في منتخبات مصر، والفتره ديت انضميت لفتره للمعسكر من 10 ل 14 مع الكابتن ربيع ياسين والكابتن عبد الستار صبري ان شاء الله. يعني نبذه كده عن بلال عبد الله. انا ابتديت حياتي الكرويه من وانا عندي 5 سنين. تمام. ابتديتها في نادي اكاديميه الشرطه. ابتديت واحده واحده لحد ما رحت نادي المقاولين العرب وكان عندي 9 سنين. تمام. في 2010 لحد النهارده انا كابتن فريق نادي المقاولين العرب مواليد 2001. الحمد لله فضل ربنا طبعا مع كباتن كلها اللي اتمرنت معاها، شهاده من الكباتن كلها ان انا ما قعدتش ماتش الحمد لله يعني. وان شاء الله ربنا يكرمني والعب في منتخب مصر واشرف البلد كلها، وان شاء الله العب في الفريق الاول، وبخلي والدتي من التلفزيون تدعي لي واقول لها يا رب كرمني وما تزعليش مني، عشان هي كانت زعلانه مني النهارده الصبح. ورحت معسكر مع كابتن رابع ياسين من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم على مدار حياتي الكرويه. مدرب عارف معنى الالتزام، معنى الجد في كل حاجه. لا كابتن ربيع فعلا مصابر ودؤوب في عمله، ويعني انت عارف ربيع ياسين قيمه كبيره، يعني قيمه كبيره جدا. وانا بقول ان هو مكسب كبير، يعني انا كنت دايما براهن ان كابتن ربيع ياسين يكون مثلا يعني في 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 منتخبات اعلى مراحل سنيه من كده، لكن هو عامل جهاز محترم مع الكابتن عبد الستار صبري. وانت لعيب كويس ولعيب مميز، وان انت تقول على الكابتن ربيع الشهاده الجميله ديت، يعني اكيد ده نابع من حب، وانا واثق ان انا يعني انت مش هتقول كده غير لما تكون بتحب الكابتن ربيع ياسين. لكن طبعا عايزين نبتدي بقى، يعني مين دربك في نادي المقاولين العرب، ومين مثلا اسرى في 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 بلال، مين اضاف لك؟ يعني حسيت ان انت كان في نواقص كتير، وحسيت ان في مدرب من المدربين في فتره خلى بلال خد سكه ثانيه. انا باك ليفت، لا باك رايت، لا ديفندر، لا راس حربه. مين وظفك في المكان اللي انت بتلعب فيه في الوقت الحالي؟ انا اللي ابتديت 2010 كان مع كابتن وليد جابر اللي مسك اف سي ان 2001 السنه دي. كان بدايتي كانت سيرد باك. ابتديت واحده واحده، لفيت في الملعب كله، ما لعبت باك رايت ولعبت ديفندر ولعبت فيرود وينج رايت وينج ليفت، لفيت الملعب كله. يا دوب بس كان ناقص ان انا اقف جون. المكان اللي انت حبيته بقى وحسيت ان اللي انت بتلاقي نفسك فيه وبتجيد فيه، اللي كابتن زيزو حاططني فيه السنه دي، كابتن عبد العزيز مصطفى. كان حاسس ان انا قاعد مالي مركزي، حاسس ان انا نص الملعب بتاعي، علمني حاجات كتير، استفدت منه كتير جدا، واستفدت من المدربين اللي انا اتمرنت معاهم كلهم كتير جدا، وبشكرهم جدا 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 ان انا اتعلمت منهم حاجات كتير قوي. وبالذات كابتن عبد العزيز مصطفى، كابتن زيزو طبعا من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم حاليا وهتمرن معاهم السنين الجايه ان شاء الله. وعلمني حاجات كتير قوي، علمني معنى الجد ومعنى الاجتهاد ومعنى لازم اركز، ووقت الضحك ضحك ووقت الهزار هزار، وكل حاجه فيها التزام وفيها جد لحياه الاحترافيه. علمني حياه الاحترافيه بمعنى زي ما الكتاب قال. انا بس بيحضرني يعني قبل ماتش الانتاج الاخير اللي فات اللي فزتوا بيه 2-0، لما طبعا كان في الدور الاول في مشاده ما بينكم ما بين بعض اللعيبه هناك، وحصلت مشاجره بسيطه كده، لكن يعني لما نزل الكابتن محمد رضوان عشان يقول لكم الروح الرياضيه اهم من اي حاجه، ولما قال لكم نرد بشكل ايجابي، نرد ازاي؟ فانت قلت نرد ان احنا نكسب يا كابتن. وطبعا انت ككابتن الفرقه وكابتن التيم اتكلمت كلمتين حلوين، قلت له يا كابتن ما تقلقش، احنا نادي المقاولين يعني بنحترم اي خصم، ممكن نرد في الملعب، مالناش في اي اساليب اخرى ولا مشاجرات ولا الكلام ده. وبالفعل انت كنت رقم واحد في المباراه الحمد لله، واشد بدورك في الملعب الكابتن محمد رضوان، ويمكن انت من بعض العناصر كمان اللي بتطلع مع الكابتن عماد النحاس الفترات اللي فاتت
لان الكابتن رضوان طبعا يمكن لسه مطلع محمد احمد سيحه حارس المرمى 2001 طبعا. واعتقد ان في خالد في بلال يعني احكي لنا عن تجربه والكلمتين الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب اثروا فيك ازاي بقى؟ احنا الفرقه كلها كانت مشدوده للماتش دوت وكنا مستنيين الماتش ده على يعني مستنيينه باي طريقه كنا مستنيين ان هو يجي باي حاجه فاحنا كنا متحفزين جدا ان احنا لازم ننزل نعمل فيهم زي ما هم عملوا فينا احنا اتضربنا واتعزقنا يعني لولا كلام الكابتن رضوان كنتوا خدتوا سكه ثانيه اه كنتوا متفقين بقى مع بعض احنا كنا متفقين ان احنا نازلين خلاص اللي هو مفيش اي امل احنا نزلنا لازم ننزل نكسب ونعلمهم درس كوره خلي بالك انا هاخد منك كلمه درس انت عارف درس نزول الكابتن محمد رضوان ده درس كبير لازم البعض اللي بيديروا المنظومات القطاعات الناشئين يتعلموا من الدرس ده ان هو بحاسس باولاده بابنائه اللعيبه وشعورهم ايه قبل المباراه وبيبقى في بعض الرؤساء القطاعات يمكن مش شاغلهم مش فاكرين اصلا المباراه دي اتلعبت امتى وايه اللي احداثها لكن النهارده في بعد رؤيه وفي بعد نظر من الكابتن رضوان لما يجي النهارده يقول يا جماعه بلاش وننسى ونلعب ويبقى في اخلاق يعني تعرف يا بلال هو ده الشغل دايما الكابتن رضوان دايما يقول لي انا يعني انا راعي ومسؤول عن راعي يعني هو كل راعي مسؤول عن راعيه فيعني لما يجي النهارده يوجه وانت تستجيب وتغير مفهومك بدل ما كنا نازلين نعمل خناقه في ماتش نوعا ما او اي مشكله او نتسبب في مشكله النهارده ابتديت تركز في الملعب ان انت ترد بادائك مش كده ولا ايه؟ صح كابتن رضوان كان معانا من الاول وشايف وشوشنا مقلوبه وعمال في عمال يستفسر في ايه ما يعرفش حاجه نزل الاوضه عرف احنا مشدودين جدا على الماتش وقال لنا لازم نركز لازم نكسب احنا نادي المقاولين العرب ومفيش احنا كلها كوره وده زمايل في الملعب لازم نكسب والخناقه اللي حصلت بينكم هناك ردوا هنا واكسبوا وعرفوهم انتوا مين احنا برضو نادي المقاولين العرب احنا نادي كبير احنا طبعا فوق نوادي كتير واحنا طبعا. لينا اسم كابتن رضوان طبعا من كباتن اللي ليها يعني احنا لو اتكلمنا عنه مش هنسكت فعلا يا بلال هو حاجه جميله جدا وانا كل ما بقرب من الكابتن رضوان صدقني بكتشف فيه يعني مش عايز اكبره في السن الاب والاخ الكبير ودايما بيتكلم عن نادي المقاولين بشكل محترم يعني يكفي اقول لك نادي المقاولين ده يعني جدي يعني اقول لك محمد رضوان بتاع نادي المقاولين العرب يقول لك جدي نادي المقاولين العرب احكي لنا بقى في تجربه كده في اخر ماتش انت طلعت فيه يعني انا سمعت يعني زي ما تقول كده العصفوره قالت لي ان الكابتن علاء عبد الغني والكابتن عماد النحاس اشادوا بيك اشاده قويه جدا الحمد لله احكي لي بقى المباراه كانت مع مين ولعبت مركزك ايه في المباراه انا كنت مصاب كنت عامل عمليه في مراخيري كسر مراخيري اصطدمت انا وزميلي عمرو الجزار طبعا مدافعين من احسن مدافعين مصر اصطدمت انا وهو في ماتش وكسرت مراخيري وانا راجع كابتن عماد كان محتاج من اللعيبه تحت حد يطلع يلعب ماتش ودي ده بيبقى طبعا بالاتفاق مع الكابتن رضوان والمديرين الفنيين وكده يعني فطلعت لعبت وكان لعبت باك رايت لعبت 90 دقيقه كاملين فانا طالع كابتن علاء علي قام كان واقف على الخط كان بيوجهني فقام وانا واقف على الخط وانا خارج حضني وسلم عليا وكابتن علاء كابتن عماد كابتن عماد كان قاعد على مكانه طبعا قام وقف وسلم عليا قال لي انت احسن ناشئ طلع لي وطبعا سلمت على الدكاتره كلها ودي كانت احسن حاجه حصلت لي في السنه دي طبعا ان الكابتن بقيمه كابتن عماد طبعا. يقول لي حاجه زي كده دي حاجه كبيره بالنسبه لي وطبعا انا اتشرفت ان انا طلعت لعبت معاه ولعبت اتعرفت على لعيبه بقيمه كبيره زي كابتن فادي وكابتن فادي نجاح كابتن فادي نجاح و كابتن احمد كابتن محمد سمير وكابتن احمد الشيمي وكابتن حسن الشيمي وكابتن سوستا وكابتن ابراهيم صلاح نادي الكباتن دي لعيبه يعني اخلاقيا قبل ما يبقوا لعيبه كوره يعني احنا عندنا يعني نادي المقاولين العرب وانا لا اخفي انتمائي لان انا دايما اقول احنا يعني بيهتم بالناحيه التربويه كمان اكتر من الفنيه لازم الاثنين يكونوا مرتبطين ببعض طبعا طب يعني قول لي بقى عن تجربتك واحلامك كده بقى يعني في الاحتراف شايف مين مثلك الاعلى محليا واوروبيا يعني احكي لنا كده عن الحاجات الجميله دي انا بصراحه نفسي احترف نفسي العب في الدوري الانجليزي نفسي الحق صلاح وهو بيلعب عشان اقول له يمثلك ايه بقى محمد صلاح لا قيمه كبيره
قيمه كبيره. كان بيتعب جدا واجتهد جدا لان هو يوصل للمنطقه اللي هو فيها دي. لا ده تعب واجتهاد. في لعيبه كتير طلعت بره ورجعت تاني يعني ما عملتش اي حاجه فعلا، ما عملتش البصمه القويه. ما عملتش البصمه دي فعلا. العالم كله دلوقتي يعرف محمد صلاح، يعرف نادي المقاولين العرب بسبب محمد صلاح طبعا. انا نفسي ابقى ايقونه زي ايقونه محمد صلاح. نفسي نفسي الحقه في الدوري الانجليزي ان شاء الله. اشتغل على نفسك يا بدال، وان شاء الله هو اللي دايما تحقيق الامنيه بيبقى في اوله حلم وبعد كده بتبقى واقع على الارض. كابتن محمد صلاح ابتدى بحلم وبعد كده ابتدى واحده واحده لحد ما اجتهد ووصل للمكان اللي هو فيه. وانا اللعيب المفضل ليا في مصر هنا طبعا من غير جدال، من غير جدال. خلي بالك يعني 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 قبل ما اختم معاك، انا ان شاء الله هتبقى نجم كبير في يوم من الايام ان شاء الله، ودايما هنتابعك وهنلتقي بيك وهنكون داعمين ليك طول ما انت ماشي كويس ان شاء الله. عايز اقول لك كمان فوق ده كله، محمد صلاح التزاما واخلاقيا ودينيا كل ده عوامل بتفرق مع اللاعب يا بلال. لازم تبقى قريب جدا لربنا عشان ربنا يقدر يكرمك. ما وصلش من فراغ. في لعيبه كتير في مصر افضل من محمد صلاح، لكن انا دايما اقول ان محمد صلاح حاله ربانيه، حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. صح. انا بشكرك على يعني تشريفك ليا يا بلال. ربنا يخليك. وعلى امل ان احنا نلتقي دائما ان شاء الله مع بعض يا رب. لكن في قبل ما اختم معاك اسمح لي اشكر الست والدتك، لان انت بتقول انت مزعله الصبح. انا عايز اقول للساده المشاهدين يمكن مامه بلال هو بيقول انا كنت في اتحاد الشرطه من 5 سنين وجيت نادي المقاولين وهو عنده 9 سنين. والله شهاده يعني قدامكم بامانه، ما بتسيبوش لا في تمرين ولا في مباراه حتى لو مباراه وديه. بوجه لك التحيه ويا رب تفرحي ببلال وتشوفيه افضل لاعب في الدنيا كلها. وبشكر استاذ عمرو اخوك دايما في ظهرك، وانا بسعد بيه، بيفكرني باخويا ما كنت بلعب كوره كده. اخويا الكبير كان دايما في ظهري ويسيب شغله ويسيب حياته ومتفرغ لي تماما. ده رساله حبيت اوجهها لوالدتك وعمرو اخوك. وانا بشكرك على تشريفك يا بلال. ربنا يخليك ان شاء الله وانت راجع من منتخب مصر، ويكون لك النصيب في السفر معاهم للسعوديه ان شاء الله في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي بيك تاني باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، فاصل سريع وهنرجع لكم نستقبل ضيوفنا الكابتن محمد طلعت، واحد مواهب اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان. فاصل وهنرجع لكم سريعا. بعد انتهاء مباراة نادي المقاولون العرب ونادي مصر المقصة انتهت بالتعادل السلبي 0-0. معنا المدير الفني الكابتن طارق حجاج، بنرحب بيك في برنامج صوت الناشئين. شايف ايه كان سبب التعادل في مباراة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بقول الحمد لله على التعادل هنا مع نادي المقاولين في ملعبه. لكن هو في يعني احنا زعلانين لان احنا ضيعنا، احنا افضل في المباراة، الاولاد نفذوا اللي عملوه، لكن هي فتره الامتحانات اللي عدوا بيها وقعوهم شويه بدني، يعني نصهم ما كانش ملتزم،
الناس قعدت حوالي شهر ما بتتمرنش، بس الحمد لله انا بحمد ربنا على الاداء النهارده، وحضراتكم شفتوا المباراه ان احنا افضل من المقاولين وباين قوي، بس الحمد لله هو نصيب وبرده نقطه كويسه احسن ما نخسر في الاخر، فالحمد لله. حضرتك شايف ان النتيجه بتاعه النهارده هتاثر على اللعيبه بالسلب؟ لا 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 لا، هم الولاد الحمد لله احنا عاملينهم نفسيا كويس، ان كل الماتش لوحده مالناش دعوه، دي نتيجه بتاع ربنا، فالحمد لله هم كويس، دي نقطه كويسه ان هم ادائهم النهارده كويس ومنفذين اللي اتقال عليه، فان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ما فيش نقط سلبيه ولا ياثر عليهم سلبي خالص ان شاء الله. ميرسي جدا، بالتوفيق في اللي جاي. شكرا ليك. معانا حارس نادي ام قولون العرب، ايه رايك مباراه اليوم؟ طبعا المباراه كانت صعبه، وكانت صعبه على باشا، احنا لاجئين من فتره توقف، فكنا لازم نكسب عشان نخش الدوري بصوره كويسه باسم الفرق كلها اللي احنا، وطبعا اللعيبه يعني ما كانتش قادره بدنيا، بس احنا ان شاء الله اللي جاي يعني بقى كويس، وان شاء الله ماتش الزمالك الجاي بنفكر فيه ونستعد فيه الاسبوع الجاي ان شاء الله. شايف ان فتره الامتحان بعد التوقف اثرت عليكم في الملعب؟ طبعا اثرت عليا بدنيا وحتى فكريا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من جديد. طبعا يعني انا حبيت انوه بس ان كان موجود معنا اللاعب زياد طلبة، يمكن جالي رساله دلوقتي من والدته ان هو يعني العربيه يعني تعذرت بيه على الدائري، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمه هيكون ضيفنا مهاجم فريق 2001 لنادي المقاولين زياد طلبة. واسمحوا لي ارحب بموهبتين من اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان، اللاعب رفاعي هاني. ازيك رفاعي؟ اهلا بك يا كابتن. مواليد 2003 رفاعي. معايا سامي ايمن 2007. مرحبا بك يا كابتن. ازيك سامي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. مركزك ايه يا رفاعي بقى؟ انا بلعب حارس مرمى. حارس مرمى. يعني انا عارف ان انتوا لسه يعني اكاديميه سبورتنج في العاشر من رمضان، يعني يمكن لسه وليده العهد شويه، حديثة العهد زي ما بيقول، لكن عامله شغل كويس في العاشر. تمام. يعني احنا يعني طبعا يعني ضيق الوقت في بعض التقارير، لكن ان شاء الله هنزعها في الحلقات القادمه. يعني انت شايف ايه اللي خلاك تروح اكاديميه سبورتنج مثلا؟ الكباتن اللي فيها، كباتن محترمه جدا، كابتن محمد طلعت وكابتن محمود سعيد، وبيقدموا لنا احسن تمرين هناك، لياقه بدنيه وحاجات تبع اللياقه وكده. انا شفت حتى الادوات كويسه في الملاعب، وفي شغل كويس كمان يعني مبذول من المدربين. وانت سامي، انت يعني انت من زفته، بالرغم ده بتيجي العاشر من رمضان الاكاديميه. انا من زفته بس انا قاعد في العاشر من رمضان. بتيجي في يعني انت من زفته بس مقيم في العاشر من رمضان. مركزك ايه؟ طيب مين مثلك الاعلى كده في الدوري؟ جوه هنا في مصر، رمضان صبحي. خارجيا بقى؟ بره مصر تريزيجيه. الله، ما هو مصري برضه في الاول والاخر، هو مصري. طيب كويس، انتمائك رايح لمصر. طب انت يعني بتحلم تلعب في اي نادي بقى؟ ايه؟ يعني بتحلم تلعب في اي نادي؟ في الزمالك. زملكاوي؟ طيب لو جالك الاهلي؟ لو جالك الاهلي؟ عادي، هو لعيب الكوره لازم، لعيب الكوره لازم يشجع يعني عشان. ينتمي يعني تشجع نادي، لكن تلعب في اي نادي مش فارقه معاه. ده جميل، ده الاحتراف بقى سامي، هو ده الاحتراف المحترم. وانت رفاعي يعني مين مثلك الاعلى بقى في الدوري المصري واوروبيا يعني؟ جوه مصر كابتن سامي الحضري مثلا اعلى طبعا، وبره مصر تريشتين، حارس برشلونه، عملاق. طيب نفسك تلعب في اي نادي برضه يا رفيع؟ ما قلناش يعني نفسك تلعب في اي نادي. انا نفسي العب في الاهلي. يعني زمالك واهلي. طيب وخارجيا نفسك تحترف فين بقى لما ربنا يكرمك كده وتلعب في الاهلي او تلعب في احد الانديه القمه كده ويجي لك عقد احتراف؟ ليفربول. ليفربول. تكمل بقى المسيره بتاعت محمد صلاح. ان شاء الله. ان شاء الله. وانت يا سمسم؟ ليفربول. ليفربول. طيب انتوا شايفين محمد صلاح بيمثل لكم ايه كده يعني؟ بيمثلك يا سامي؟ مثل الاعلى. هو يعتبر فخر العرب، وهو
رفع مصر كلها، رفع فخر مصر العرب، مصر خارجا وداخلا. الله عليك. وانت رفع مسيرك ايه بقى؟ مساء الاعلى كابتن محمد صلاح، بيمثلك في حياتك كده؟ مساء الاعلى طبعا، هو بيمثل ان هو بدا من حياته كافح اجتهد، كافح واجتهد لحد ما وصل دلوقتي هو مثل العرب كله. طبعا طبعا، و فخر العرب، فخر العرب طبعا طبعا. ان شاء الله طبعا هنستضيفكم وهنتابعكم، هيكون معانا تقارير من الاكاديميه، وان شاء الله يمكن الكابتن محمود سعيد يمكن قال لي ان انت مميز جدا وفي اكتر من نادي هتكون فيه الموسم القادم. نفس الامور برضو لسامي، فانا بشكركم ان انتم شرفتونا النهارده رفاعي. بشكرك يا سامي، وعلى امل ان شاء الله ان احنا نتابعكم في فقرات تانية باذن الله وحلقات تانية ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع وهنرجع نستقبل كابتن محمود سعيد والكابتن محمد طلعت المسؤولين عن اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان. عازم بيعملوا تمرينات على اعلى مستوى، والكابتن احمد طنطاو والدكتور حسام بيعملوا تمرينات بدن على اعلى مستوى، عشان كده يعني عملت معانا يعني. بشكرك شكرا جزيلا. العفو. معانا الكابتن محمد عبد الجليل، نجم النادي الاهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين حاليا، بنرحب بيك في برنامج صوت الناشئين. شايف النهارده المباراه كانت ايه؟ الحمد لله النهارده فرقة 2004 بتاعت النادي المقصة لسه بتتكون أول سنة، وأنا شايف أدائها النهاردة أداء كويس، لأن أنا دايما أول سنة ما ببصش على النتائج يعني. التعادل طبعا مع المقاولين في المقاولين دي حاجة كويسة، ولكن أنا مفهم الأولاد ومفهم المدير الفني والجهاز إن لابد الأداء يبقى حلو، لابد تطلع لي فرقة يعني على الأقل 17-18 لعيب السنة دي تجهزهم لي للسنة الجاية. يعني يمكن أنا عملنا كده مع فرقة 2001 بقى لها 3 سنين، السنة دي الحمد لله بتنافس على البطولة. يمكن 2004 بشتغل معهم بنفس المنوال دوت، وأنا شايف إن الأداء النهاردة الناس كلها طالعة مبسوطة من أدائنا، ما بتكلمش عن النتيجة. وحتى برضو لو كان دخل فينا جون في الآخر، أنا قلت للأولاد أنا كنت أخش أقول لكم برافو الأداء، لأن النهاردة الأداء متوازن، أداء حلو جدا، ضيعوا جوان كتيرة، وصلوا للجون. انا الحاجات دي بتفرق معايا في قطاع الناشئين قوي، ان اللعيبه تلعب كوره. النتيجه دي انا ببص لها اخر حاجه لغايه لما اللعيب بيشتد ويقف على حيله. انا شايف ان فرقه 2004 دي مستقبلها حلو ان شاء الله، مش باصص للنتائج السنه دي قد ما باصص على تكوين فريق كويس يعني. شايف ان فتره الامتحانات بتاعت اللعيبه اثرت عليهم وفي الاداء في الملعب؟ يمكن كان معايا كان بين الشوطين الكابتن وحيد كامل والكابتن عادل محمود، مراقبين من لجنه المسابقات، يعني قلت لهم المفروض ان اللعيبه دي بقى لها شهر بتمتحن، ما ينفعش الاسبوع اللي بعديه يخشوا منافسات على طول، لازم تديهم فتره على الاقل 15 يوم يتاهلوا تاني، لان شهر كتير قوي في ممكن بيتمرن له يومين في الشهر او 3 ايام، دول مش كفايه ان يجي يلعب مباراه. فانا شايف ان اللعيبه الفرقتين اهلي مصر المقصه والمقاولين الاثنين مكملين كويس لنهايه الماتش، مع انهم كانوا كلهم في امتحانات يعني. فواصل كتير يا محمد، يلا ماشي، يلا يا استاذ، يلا يا باشا، يلا حبيبي، يلا نجم. حاضر يا نجم، عيني يا نجم.
رجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا بشكر المراسله الجميله ساره حسن عن التقرير الجميل ده، وكان مباراه المقاصه والمقاولون العرب 2004 اللي انتهت بالتعادل السلبي. بشكر المصور الاستاذ ناصر، بشكر ايضا في تقرير مباريات دوره نادي الصيد بشكر المصور ناصر، بشكر المعلقين هاني خطاب ومحمد نصر، وبستقبل ضيفين يعني انا بعتبرهم مثال في الالتزام والاحترام والجهد والمصابره، المسؤولين عن اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان. معايا الكابتن محمد طلعت، اهلا بيك كابتن محمد، نورتنا ونورت صوت الناشئين. نورك يا باشا، احنا شرف لينا احنا معاك يا رب يخليك. طبعا معايا الكابتن محمود سعيد شرفنا والمدرب في اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان. حبيبي ربنا يخليك. طبعا يا ريت تحط لنا ارقام التليفونات للتواصل مع الاكاديميه. كابتن محمد اسمح لي كده، يعني عايز اعرف يعني انت بدات ازاي فكره ان انت تعمل اكاديميه في العاشر من رمضان وابتدت ازاي؟ والله الفكره جت لنا ان احنا مثلا الاكاديميه بتاعتنا هتبقى لها هدف تاني غير اي اكاديميه، لان طبعا الموضوع لما بيكون شغال بدا الموضوع بدا سبوبه. فاحنا بدانا خدنا الخطوه اللي احنا مهما يعني الايجار يغلى على الاولاد احنا نفضل ثابتين. يتاح بقى مثلا الاولاد اللي هم مش قادرين ماديا مثلا يتاحوا معانا، مثلا ممكن من جامعه رساله يجي لنا لاعب نطلب احنا منهم لو حد عاوز يشارك يعني مثلا. الموضوع بالنسبه لك مش مادي على لا لا عايز احنا المنطقه وعايز تخدم المدينه. احنا عاوزين نخدم المدينه وعاوزين احنا اتظلمنا كلاعيبه، فاحنا مش عاوزين ولاد المدينه برضو يتظلموا معانا، فاحنا عاوزينهم يوصلوا. فلما يوصلوا لازم انت تفتح لهم الفرصه اللي هم مناخ طبيعي، مناخ اللي انت ما تجيش عليهم ماديات، لازم ان انت مثلا تعلمهم ازاي اساسيات الكوره، يعني تشتغل معاهم بادوات كويسه. انا شفت على قد الامكانيات على قد الامكانيات بتاعتهم. شفت الملابس انا لما جيت العاشر شفت حاجات جميله بصراحه. لا بصراحه يعني احنا شغالين معاهم بكل قلبنا، لان احنا مش محتاجين ماديا الحمد لله، احنا شغالين بره بعيد عن الاكاديميه، احنا مخلينها ليهم هم بس. ده شيء جميل والله يحسب ليك يعني. كابتن محمود سعيد يعني يمكن شفت بعض العناصر لعيبه كويسه جدا، يمكن انت قلت لي في اكتر من لاعب نظر لقرب نادي الانتاج من مدينه العاشر. تمام. قلت لي في اكتر من لاعب تم يعني الناس بصت عليهم وشافوهم واحتمال من بدايه الموسم يكونوا هناك يعني. في لعيبه كتير. عايزين نعرف برضو بعض الاسامي اللعيبه المميزه عندك، يعني احنا جبنا سامي وجبنا رفاعي، اكيد في زيهم كتير. والله فيهم حق ان هم يسمعوا اساميهم وبيتابعونا دلوقتي. هو في لعيبه كتير بس مش عايز انسى اسماء حد. طب نقول على سبيل المثال في عبد الرحمن وجي، في عبد الرحمن حسين، عندي محمود ابو الخير، ده كل مواليد 2003. ده محمود ده لاعب كويس وسط الملعب. في عندي محمد سامح ده 2006 لاعب هاف شمال، بسم الله ما شاء الله عليه يعني الاكاديميه بتفرق. في اياد، في اياد لاعب 2009 برضو جميل جدا. في عناصر جميله جدا بس هم عايزين ياخدوا الفرصه. ما حاولتوش تخشوا دوري بالاكاديميات دي؟ يعني في دوري اكاديميات بيتعمل في يعني على اساس برضو بقى على نطاق انتشار. لا انا دخلت دوري دخلت دوري بفارق 2009 2010 وان شاء الله الشهر الجاي داخلين بمواليد 2003. تمام. كابتن محمد بالنسبه للبراعم السن الصغير يعني بتتعاملوا معاهم ازاي في الاكاديميه؟ وانت سالتني سؤال بصراحه وانا ماسك البراعم يعني. انا عندي، انا عارف انت مثلا عشان كده بسالك، عندي لعيبه يعني خامه كويسه جدا جدا. انا بتعامل معاهم نفسيا يعني ده اهم حاجه، لان طبعا الولد بيجي لك صغير مش فاهم حاجه في الكوره، فانت لو كرهته في الكوره مرحله تعليميه بقى. مرحله تعليميه زي مدرسه الكوره كده. مرحله تعليميه بيجي لي لازم يعني، انا معايا اولاد دلوقتي بسم الله ما شاء الله معايا بقى لهم 3 سنين زي اللاعب احمد. انا بس هقطعك بس لان الارقام موجوده معانا على الشاشه. اللي عايز يتواصل مع اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان، ارقام الكباتن موجوده وارقام الاكاديميه موجوده. ويعني انا عن نفسي بقول لسكان المنطقه في العاشر من رمضان اللي بيتابعونا، اكاديميه سبورتنج عامله شغل كويس جدا جدا، وان شاء الله باذن الله يعني هتكون
يكون في افراز العديد من المواهب ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. وعندنا برضو يعني انا في لاعب اسمه عمر عيسى واللاعب خالد عماد ومحمد عماد واحمد مرسي. ده 2009. ده انا عندي البرامج كلها من 2013. لا محمد عيسى ده 2009. لا عمر عيسى ده 2012. ده كان لاعب والمصادفه اللي هو بقى حارس مرمى وبصراحه حارس مرمى عالمي يعني. وخالد عماد ومحمد عماد وفي مهند وسيف يعني اولاد انا لو مش عاوز انسى حد بس وفي حمزه صلاح وعبد الرحمن رجب خامه انا يعني عامل بيهم خامه اهم حاجه اتعامل معاهم نفسيا وتعاملت معاهم نفسيا هتطلع منهم فريق قوي. ازاي خليته حارس مرمى؟ ده النهارده مصر كلها عايز تلعب مهاجمين يجيبوا اهداف. لا لا هو عمر عيسى ده بسم الله ما شاء الله هو والده اصلا حارس مرمى. انت اقنعته ازاي الولد؟ والله هي جت محاوله كده. مصر كلها عايزه تبقى مصطفى محمد. لا لا هو خامه كويسه. ومروان محسن عشان الاهلاويه. هو خامه كويسه يعني. لا انا زملكاوي يعني. ما انا قلت مصطفى فقلت مروان برضه عشان الاهلاويه. يعني اقنعته ازاي؟ انت عارف في السن ده بيبقى عايز اللاعب يرقص وعايز يحط جون وبتاع. هو كذا مره حاول معايا اللي هو مثلا ايه عاوز يلعب دايما قدام. طبعا الاولاد الصغيرين بيكونوا جايين مهيئين اللي هم عاوزين الكوره وقدام يجيبوا جون بس. بالظبط. فطبعا لازما تاسس بقى خلاص انت بتحط حد بتتعامل معاهم نفسيا في الاول بعد كده تدريبيا بعد كده بقى تتعامل ان انت تاسسه ازاي في المركز بتاعه عشان طبعا هو من صغره يطلع بقى ايه في المركز بتاعه ده ما يفضلش يتنقل بقى. كلمنا بقى كابتن محمود على فرقتك. انا ماسك مواليد 2003 عندي 2004 و2005 لعبه كويسه جدا. انا بتمنى عن نفسي ان انا اشوفهم في احسن مكان في الانديه في الدوري المصري لان هم يستحقوا كده. ان هم يستحقوا ان هم يكونوا في احسن مكان في الدوري المصري. عندي نفسي ان انا يعني اعمل لهم حاجه افرح بيهم. اللعيبه اصلا يعني هي محتاجه حد ان هي تتكلم معاهم. هم الواحد يعني لازم نقعد مع بعض كده يعني قبل التمرين بقعد معاهم ونتكلم مع بعض. اللعيبه نفسها ان هي تشوف نفسها في مكان تاني. انا جايبينهم اصلا يعني احنا جايين عايزين نسوق اللعيبه وعايزين نعمل حاجه كويسه وطبعا يعني احنا كانت دي اطلاله بسيطه كده ونبذه صغيره. طبعا لضيق الوقت احنا مش قادرين نذيع التقارير اللي خدناها معاكم. تمام. لكن احنا في الحلقات القادمه اعزائي المشاهدين هيكون برضو معانا محمد طلعت ومحمود سعيد المسؤولين عن اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان وهنذيع لكم التقارير اللي خدناها مع اولياء الامور ومع بعض اللعيبه هناك. اسمحوا لي ان انا بشكر ضيوفي نظرا لضيق الوقت. انا بشكرك يا كابتن محمد. انا بشكرك يا كابتن شرف ليا وجودك وبشكر جميع اولياء الامور في اكاديميه سبورتنج لان هم اللي مساعديننا على الاستمرار صراحه. وانا معاك كمان لان هم ناس طيبين جدا كل اهل الشرقيه ناس طيبين. بشكرك يا كابتن محمود على وجودك معانا. بشكرك يا كابتن محمد ربنا يخليك وبشكر اولياء الامور جميعا بشكر جميع اللعيبه وربنا يوفق الجميع باذن الله. يا رب وان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنلتقي على وعد دائما زي ما بنوعد دايما بنوفي. هيكون معانا تقرير الحلقات القادمه باذن الله من اكاديميه سبورتنج بالعاشر من رمضان. بشكركم على يعني سعه صدوركم وحسن مشاهدتكم ومتابعه جميله منكم. وانا بشكركم والعاده ما تنسوش الساعه 4 واتمنى لكم سهره سعيده وشكرا. السلام عليكم.